يا رب قد اكرمتنا بمحمد هل بعد ذلك يا كريم عطاؤه يا ايها المختار وانت امامنا وشفيعنا وسراجنا ورداؤه صلوا على خير الانام وسلموا ان الصلاه على الحبيب دواؤه ونحن في تكريم روح كريمه صعدت الى رب كريم ايات بينات يتلوها علينا وعليكم ذلكم العلم القراني فضيلة القاري الشيخ عبد الله السجا القاري ومقيم بمركز ومدينة الكلنجات فليتفضل مشكورا والان مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل وإن
كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا قليلون.
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا صدق الله العظيم. Yeah.
قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما ترى أزلفنا ثم الأرض
صدق الله العظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم العالمين الذي خلقني
رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي ورثة جنة النعيم
يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم
أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام أيام حسوما أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا
والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إنا إلى ربك رجعا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا ربنا على كل حال. اللهم هون علينا الموت وسكراته اللهم هون علينا الموت وسكراته والقبر وظلماته والقبر وظلماته والصراط وذلاته والحساب وشدته ويوم القيامة وأهواله. اللهم ارحمنا يا ربنا إذا ما دخل علينا ملك الموت اللهم ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت اللهم ارحمنا إذا ما تقلصت الشفتان اللهم ارحمنا إذا ما شخصت العينان إلى الواحد الديان اللهم ارحمنا يا ربنا إذا شلت منا الأيدي والقدمات يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم الجاه يا كريم الإحسان إلهنا وسيدنا ومولانا دعوناك يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رحيم. اللهم ارحم فقيدنا اللهم جاف الارض عن جنبه اللهم اجعل قبره نورا اللهم اجعل قبره نورا اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا يا إلهي فتجاوز عن سيئاتي اللهم يا ربنا اجعل ليلته هذه خير ليالي اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام وشفع فيه حبيبك خير الأنام اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا واغفر اللهم لنا وله ولعامة المسلمين الفاتحة.
من عليك المولى صلى بالقرآن على القارئ قد تجلى والمستمع قد ازداد وتملى والشيطان قد فر ولى بفضل ما قد قرئ اذكر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا ونحن في تكريم رب كريم صعدت الى رب كريم ايات بينات قد تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القاري الشيخ عبد الله السجا القاري والمقيم بمركز ومدينة الدلنجات نقلناها لكم صوتا وضوءا واولى مخازن السرادقات لصاحبها المتوكل على الله الحاج محمد احمد السماحي المقيم بلجانة وختاما اللهم ارحم الفقير وادخله فسيح جناتك ولما له صبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله.